بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المشاهدين الكرام، عشاق الكرة الجميلة أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال هذا النقل المباشر للكلاسيكو الكبير للدوري السعودي الممتاز، كلاسيكو الموسم كما يحلو لعشاق الفريقين، والذي يحمل رقم 102 بين العمية نادي الاتحاد والزعيم نادي الهلال على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات الأسبوع 16 لكأس دوري خادم الحرمين الشريفين. أجواء جماهيرية رهيبة وكبيرة جدا جدا، ومدرجات الملعب تطغو عليها الألوان الصفراء والسوداء من جانب جماهير الاتحاد، والألوان الزرقاء والبيضاء من جانب جماهير ديمتري. أمامنا طبعا كارلوس ميغادا، هذا هو دافيا الحكم الدولي الإسباني، وسيساعده كل من الحكمين المساعدين إخوان كارلوس ميتيز فيتشنتي روزنز والحكم الرابع فيتشنتي كورتيز. نادي الزعيم نادي الهلال حراسته لصاحب الريكورد مومن الريكورد مان دي موند، يعني الرقم القياسي العالمي محمد الدعايع في موسوعة جينيس، رباعي الدفاع على اليمين خالد العنقري 15، يسار الدفاع 19 عبد العزيز الخضران، ثنائي محور الدفاع 17 فهد المفرج وثلاثة البرازيلي مارسيلو تافاريز، ثنائي الارتكاز 6 خالد عزيز 13 العقد عمر الغامدي، على اليمين طارق التايب 14، على اليسار نواف التميات 11، ياسر الكحداني ورودريغو فرنانديز المهاجمان الاولين في اختيارات المدرب البرازيلي تونينيو سيريزو. هي اجواء كبيره جدا، اجواء تليق بكلاسيكو كبير من كلاسيكوات العالم. اكيد الملعب هو الاجمل، هو الدره حقيقه، استاد الملك فهد الدولي بالرياض، دره الملاعب السعوديه والعربيه بكل تاكيد. ضربه انطلاقه المباراه بقياده حكم الساحه الاسباني كارلوس ميخا دافيلا. الهلال على اليمين مشاهدينا الكرام بالالوان الزرقاء والعميد بالاصفر والابيض والاسود على يسار الشاشه، كره اولى في وسط الميدان تقريبا بنفس الخطه التكتيكيه للمدرب البلجيكي ديمتري والبرازيلي توني سيريزو، لمسه لخالد عزيز اللي حاول تمريج اللعب لطارق التايب، المايسترو الليبي الامير الليبي صاحب اللمسه السحريه، نجم غازيانتيب سبور التركي سابقا واللي عرفته الملاعب التونسيه عبر ثلاثه انديه عملاقه وكبيره، النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي. كوره ممتازه تدرج اروع من جانب فريق الهلال، وخالد العنقري في التوزيع، وكوره والحارس، متابعه من الحارس لكن في الاخير المنتخب الاولمبي السعودي، ترجع الكوره لطارق التايب، متابعه من السعود كاريري، على اليسار نواف التميات والتوزيع والمرتدة من ياسر الكحتاني، الخثران ونواف التميعات وعمر الغامدي، كرة رائعة ورودريغو يوسع والحارس تيسيرا محمد نور، والحسن كيتا يلعب توا لمحمد نور، محمد نور وهو الحوار اللي حكينا عليه مع خالد عزيز، يا سلام على منور، نور طائرة الاستكشاف، نور الاواكس، نور المنارة لنادي الاتحاد والقنديل الذي ينير وجهة نادي العميد للعميد في هذه المهمة الصعبة. طارق التايم ومخالفة، مخالفة حكم الساحة كارلوس ميخا دافيلا، كبيرة بالأسماء من جانب الفريقين، عبد العزيز الخثران يمر أمام إبراهيم سويد يخلق المساحة وكورة اختير ياسر، طارق التايم كان بالإمكان أفضل وأحسن بكثير مما كان. الزعيم خالد عزيز وخات امنه يستفيد من نادي الاتحاد، والترويض لم يكن بالدقه اللازمه، وعلى مرتين كذلك محمد الدعاية ميدان عمر الغامدي، يعكس الهجوم نادي الهلال، طارق التايب يراوغ في مره اولى بحمد العيسى، يحافظ على الكره النجم الليبي طارق القدير بكره خارج القدم اليمنى، ولكن عدنان فلات على مستوى القائم الثاني في التغطيه وتامين الدفاع، تدخل قوي جدا جدا من فيصل سيف والحكم الدولي الاسباني كارلوس ميخا دافيلا، قريب من القرار وقرار سليم بتدخل اعنف من جانب لاعب الارتكاز متوسط الميدان الدفاعي فيصل سيف. الكاميرا على ياسر القحطاني، كوره والحارس وعمر الغامدي في التمهيد، نواف التميات لطارق التايب، وطارق التايب في التوزيع، عدنان فريده في المتابعه، طارق يريد التوغل، طارق يحافظ على الكرة، ولكن عدنان فلاتة صلب جدا شرس في الاعتماد على الكرة،
ترجع من طرق التيب مارتشيلو تافاريز، لم تنطل الكرة على رضا توكر. يا سلام، يراوغ رضا توكر بكل قوة ويهدي كرة لفهد المفرج. الاستلام والتسليم سريع جدا من نواف التميعات اللي وسع، وفي الأخير عدنان فلتة. تعود الكرة لهجوم نادي الهلال. طارق التيب المشاكس الأول حاليا على يسار دفاع نادي العميد. طارق التيب، أوه كرة رائعة، عمر الغامدي لم يحسن التعامل مع كرة ذهبية ليبية من العيار الخالص، من المعدن، من الدر لطارق الكبير. أغلق الحارس محمد الدعيع على طول لخالد العنقري، والحكم يقرر تدخل لابراهيم السويد. شفنا التعليمات واضحة، أو في هذه اللقطة حمد المنتشري كان في التغطية. عمر الغامدي يوزع كورة، وجول! جول 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 جول! أوه! ياسر القحطاني، ياسر القحطاني، موسيقار زمانك وزماني، والله بعث بأحلى الأغاني. شوف 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 ياسر يعمل ايه، والله قلنا منذ بداية المباراة لا الإصابات ولا التداعيات تعقد الأمور على ياسر القحطاني. كورة من عمر الغامدي، هرنانديز في التسديد، ولكن المتابعة لياسر القحطاني لم يرحم بالمرة الحارس تيسير الطيف، ويعطي أسبقية هلالية على هذه المدرجات الهلالية بهدف لصفر، هدف لياسر القحطاني. أوه سيناريو، سيناريو برازيلي، روماريو الكرة السعودية يضرب في الشباك الاتحادية ويعطي أحلى أسبقية حاليا لنادي الهلال على حساب نادي الاتحاد. 1-0 والتوقيع لموسيقار زمانك وزماني ياسر القحطاني. محمد العيسى باتجاه عبد العزيز الخدران، محمد نور يفتك الكرة، ويا سلام على هذا الهجوم المعاكس، وحذاري دفاع الهلال، وكرة، والقراءة الممتازة من خالد العنقري. أوه كرة كانت خطيرة جدا، والصاروخية من حمد العيسى، والمتابعة من الحارس محمد الدعيع. انتفاضة اتحادية في هذه اللحظة. ترجع من عدنان فلاتة لحمد الساكري، صالح الساقري، ياسر القحطاني. ضجة كبيرة رافقت الإصابة لياسر القحطاني، ولكن في الأخير طارق التايب، وطارق يا سلام يا سلام، وهذه حقيقة رشيقة كبيرة جدا من تيسير نتيف. شوف شوف، يعني يخرج كرة هدف محقق من اليسارية الذهبية الليبية والركنية لنادي الهلال. والله تيسير هذه اللحظة بالذات مشاهدينا الكرام، يعلن الحكم الدولي الإسباني كارلوس ميخا دبينا عن نهاية الشوط الأول بتقدم هلالي بهدف لصفر، هدف النجم الكبير ياسر القحطاني في الدقيقة 30 في شباك الحارس. تيسير نتيف، أجمل تحيات معلق المباراة في شوطها الأول روف غنيف، وإلى اللقاء مع بداية أدوار الشوط. ياسر القحطاني ضربة بداية الشوط الثاني، 45 دقيقة فقط من أجل التعديل بالنسبة لنادي الاتحاد، و45 دقيقة فقط من أجل التأكيد بالنسبة لنادي الهلال. تعود الكرة بهجمة سريعة، حمد العيسى القدم من الخلف، وإمكانية عملية خطوات حول المرور، ولكن فهد المفرج يا سلام، يعني حقيقة هو الصمام الأمام والدفاع للمنتخب السعودي. حمد المنتشري والريدة تكر، وطارق الطيب يخترق الدفاع الاتحادي ويمرر في الوسط لخالد عزيز، نواف الدميات، وخالد عزيز التسديد القوي باتجاه ابراهيم السويد في حواره مع بالحسن كيتا، في حواره مع عبد العزيز خضران حاليا ابراهيم السويد، وكوره باتجاه حمزه ادريس ومحمد دور. وغريبه جدا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كان بالامكان افضل بكثير مما كان. وجه لوجه محمد نور، والامتياز للقيدوم لموسوعة كنس محمد الدعيع. والله الشباب متجدد، والله السنين لم تكن بالثقل الكبير على محمد الدعيع، حارس الامتياز، عارين وقلب الأسد لدفاع الهلال،
وهجمة عكسية لترقتين، وياسر الكحتاني ينطلق ويريد المرور ويعود عليه عدنان فلتة، وفي مساعدة والمخالفة لياسر الكحتاني. لعمر الغامدي ثنائي لاعب وسط الميدان الدفاعي لطارق الدايب المطالب بصنع اللعب على اليمين أمام صالح الصقري، يمر طارق الدايب ويحاول الاختراق، ولكن عدنان فلاتة يعود عليه بكل القوة ويبدأ الهجوم لفريق الاتحاد. الحكم الإسباني يعطي مخالفة لخالد عزيز، وبالفعل اذا مشاهدينا الكرام كما توقعنا خروج لنواف التميات والدخول لطارق لمحمد الشلوم، بما ان طارق والبعيد القريب نادي الهلال. محمد نور بايقاع بطيء نوعا ما يوزع بعيد الكره على حمزه ادريس، تعود لطارق التايب. طارق التايب استرجع اللياقه البدنيه، شوف شوف طارق التايب ينطلق يريد المرور والعبور، ولكن في الاخير صالح الصقري يلهث وراء الامكانيات الهجوميه، قد يترك بعض الشوارع، قد يترك بعض المساحات وهي شرعيه. ومحمد الشلوب القصير في الامكانيات في القامه والكبير في الامكانيات، وشلوب كره خطيره جدا. نتابع والهجوم الخطير، والحمزه ادريس الحسن كايتا، وحمزه ادريس والحسن كايتا، لا 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 لا، والله الف لا، اناني اناني اناني. شوف شوف بعد هذه المجهودات ضاعت الاهات. محمد دور على مستوى القائم الثاني، فهد المفرج في مهب الرياح، محمد الشلوب كره رائعه لعبد العزيز الخضران اللي وزع واللي تتكلم في الاستقبال، ترجع للموهوب آسر كل القلوب بكل تأكيد محمد الشلوب. تفتك منه الكرة والحسن كيتا يعكس الهجوم، استلام في وسط الميدان للسعود كاريري، لكن شفنا قوة نادي الهلال في إعادة التمركز بسرعة بفضل لياقة بدنية كبيرة جدا. صالح الصقري وعدنان فلتة، صالح الصقري والكرة هلالية، سعود كاريري والمخالفة والورقة الصفراء على البرازيلي مارتينو تافاريس، والورقة الحمراء، الورقة الحمراء طبعا بعد أن نال البطاقة الصفراء في مرة أولى. دقيقة 70 ليبقى نادي الهلال منقوص العدد والتفوق العددي لنادي العميد، ثاني سيناريو كبير في المباراة. محمد نور أمام الكرة، الجماهير ترتقب، والكرة في العرضية، والكرة وجول جول 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 جول، نايف البلوي نايف البلوي على طول على طول يا حبيبي على طول، ربما هو أسرع لاعب في العالم. نعم مشاهدينا الكرام، أسرع لاعب في العالم، هذا رقم قياسي عالمي جديد. أول بديل يدخل للميدان وأقل من ثانيتين يضع الكرة في الشباك، وتعادل العميد مع الهلال. كرة كرة كرة، شوف 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 الكرة من حمد المنتشري على طول لنايف البلوي، ويضع الكرة في الزاوية البعيدة على محمد الدعيع، وثالث سيناريو في المباراة. والله انا تقريبا في الموقع نفسه اللي مفروض يكون فيه مارتينو تافاريس، كان على المدرب تونينو سيريسو قبل ان تلعب المخالفة يقوم بالتغيير ويضع ماجد المرشدي في مكانه المناسب. هذه هي حلاوة ونكهة الكلاسيكو، والكورة والحارس محمد الدعيع لابد ان يستنجد عميد الحراس في العالم بكل الشجاعة بعد هذا الانفلات والاختراق من الحسن كايتا على حساب ماجد المرشدي، قبل ان يعدل فريق الاتحاد بسيطرة من محمد شلوب. وفهد المفرج مع الحسن كايتا، وحوار والحارس محمد الدعيع، يا سلام، يبقى مدين دائما نادي الهلال. والحكم الاسباني ماذا يقرر؟ كارلوس ميخا فالدا، والورقه الحمراء،
الورقة الحمراء وسيناريو نادي الاتحاد. عبد العزيز الخدران اوت، وسيناريو الاتحاد اللي عاشه مع الاهلي في نهائي كاس الامير فيصل بن فهد يلعب به الهلال حاليا. الاقصاء الثاني لعبد العزيز الخدران بعد مغادرة ورحيل مارسيلو تافاريز. محمد نور منارة نادي الاتحاد، منارة نادي الاتحاد يتسبب في استيعاب لنادي الهلال وعلى الخط. نتابع القائم كلاسيكو الاهلي الهلال والاتحاد. ماجد المرشد يكون على طول لياسر القحطاني، وياسر والالتحام مع رضا تكر، والحكم الاسباني يعطي ماذا يقرر؟ مخالفه، يقرر ضربه مخالفه على خط ال 18 لياسر القحطاني ومرفوقه بورقه صفراء لقلب الدفاع الدولي السعودي طبعا رضا تكر. الان تنتقل الامور الى العكس، الى الاتجاه المعاكس. كره ثابته للزعيم، قد يستغلها محمد الشلوب او ياسر القحطاني بعد حوار رضا تكر وياسر القحطاني. واضحه المخالفه وقعت خارج منطقه الجزاء، والله تشويق، والله تشويق، ولا نكون، والله يصبر ضعاف القلب، الله يصبر. والهدف جول، المخرج لم يعطينا الصوره، غريبه جدا. جول 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 الزعيم، جول جول. يبدو انه محمد الشلوب اسر القلوب، الموهوب محمد الشلوب. سنتابع، اين المخرج يا مخرج؟ الله يسامحك، اين الكره؟ اين المخالفه؟ محمد الشلوب غداره غداره، والله حقيقه سيثار الجدل الكبير. لم يكن هنالك جدار لنادي الاتحاد، كيف قبل الحكم؟ اوه، هي ناقصه، هي ناقصه سيد الحكم الاسباني، ولعتها من جديد بهدف سيثير الكثير والكثير من الجدل. نعرف مشاهدينا الكرام وانه في قانون التحكيم هي صفيرتين فقط، لازم على الحكم ان يعطيها ضربه البدايه وضربه جزاء، فبالتالي قادر انه يلعب اللاعب الكره بدون ان يعذر الحكم بالصافره. على كل، سيبقى المجال مفتوح للتحليل، والكابتن محمد فوده هو الخبير لهذه الامور. وهدفان لهدف، والزعيم يعود من بعيد من بعيد. والله كره الجمال لا يملكها الا الزعيم الهلال. اوه، جمالك جمال، دلالك دلال يا محمد يا شلهوب، يا آسر القلوب يا موهوب. اعطيت البسمه من جديد لنادي الهلال وجماهيره الكبيره. والكره، والكره من حمد المنتشري، عمر الغامدي وخالد عزيز، وعمر الغامدي الان في الكره لمحمد شلوب. عمر الغامدي، والورقه يبدو انها من اللون الخطير، والورقه الحمراء بالفعل، الورقه الحمراء لعبد الله حيدر. حكم اسباني غير متسامح بالمره، لا يرحم هذا الاسباني الماتادور. وعبد الله حيدر يتوجه ويسال الرحيل الى حجرات الملابس. تولع البركان، تولع البركان ونزل اللهيب، واللهيب حاليا اكتوى به نادي الاتحاد. اوه، تفاعلات. يلا صالح السكري، اخر رمق من المباراه. ياسر القحطاني يراوغ امام عدنان فلاته ويعطي كره لعمر الغامدي. انهيار اتحادي، كره لحمد الغامدي ومحمد الشلوب قبل تيسير انتيف. الله 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 الله، هذه المباراة ستبقى في البال بكل تأكيد، من أجمل الكلاسيكوات بين الهلال والاتحاد. كرة سريعة من سلطان البرقان تمشي على اليسار لمحمد الشلوب. محمد الشلوب ينتظر ويرتقب، يرجع من جديد. أوه، سامي الشابر في المتابعة، ومحمد الشلوب والمخالفة وتوزيع الورقة الصفراء أصبحت نازلة بتهاتل الأمتار مع هذا الحكم الإسباني. لا نريدها أن تدخل المباراة في منعرجات كبيرة. وفي الأخير الورقة الحمراء ضد حمد العيسى، يبدو أن هنالك تصفية حسابات بين حمد العيسى والحكم الإسباني. طبعا مخيا الذي لم يرق له تدخلات ونقاشات
المدافع حمد العيسى بداع الانذارين، اذا يغادر الميدان. وفي الحقيقه هذا انذار يعني يستحق حمد العيسى، لكن بجمع الانذارين يسال الرعيل. وكذلك 9-9 بين الفريقين، 4 ورقات حمراء مشاهدينا الكرام في كلاسيكو الموسم. محمد نور ويعطي كره لصالح السقري، صالح السقري من اجل التعديل، من اجل اعاده الابتسامه لجماهير العميد. والتصويب، التصويب من عدنان فلاتة والعميد، العميد محمد الداعية. اوه كره قويه جدا كادت ان تغالط محمد الداعية، وارتقى البركان الى اقصى الدرجات، ومحمد الداعية يقول يا سلام. يبدو ان مشاهدينا الكرام نهايه الاحلام، 93 في غلاب، والهلال متمسك مشاهدينا الكرام بهذا الانتصار الغالي في استاد الملك فهد الدولي بالرياض امام العميد في مباراه تشويق من العيار الثقيل لم تعرفها المدرجات منذ زمن بعيد. خالد العنقري، الجماهير كلها واقفه تنتظر نهايه الكلاسيكو. هل هو الانفراج؟ وبالفعل، اذا مشاهدينا الكرام ينهي الحكم الدولي الاسباني كارلوس ميخيا دافيلا هذا الكلاسيكو المثير بين الهلال والاتحاد بانتصار الزعيم بهدفين لهدف في مباراة عرفت 4 بطاقات حمراء، في مباراة امتعت الحضور بقوة الامكانيات البدنية، بحضور نجوم كروية من اعلى الطراز متعونا رغم هذه الاقصاءات، لكن في النهاية عادت الكلمة لمن استغل عامل الميدان بعامل الخبرة لبعض النجوم. ألف مبروك لجماهير الزعيم، ألف مبروك لفريق الزعيم، حظ أوفر، هارد لاك لجماهير العميد، للاعبي العميد. أجمل تحيات معلق المباراة رؤوف خليف، وإلى اللقاء في مواعيد رياضية لاحقة إن شاء الله.